إنما أداة حصر ماذا تعمل؟ فهي تفيد الحصر وإثبات الحكم الذي بعدها ونفيه عما سواه دفعة واحدة. إنما أداة حصر، والحصر نوعان: حقيقي كقول الله عز وجل إنما الله إله واحد، فليس هناك إله معبود بحق إلا هو عز وجل. وأما الحصر الإضافي فكما هنا: إنما أخاف على أمتي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته ممن؟ من الأئمة المضلين، مع أنه خاف على أمته من أشياء أخرى، فدل على أن هذا الحصر حصر إضافي.